لو سمحت ولو سمحتي احترم جسمك. انا اقول لك شلون تحترمه. سمعت اي معلومه؟ هذا الفيتامين زين حق العيون، هذا الفيتامين زين حق الشعر، هذا الفيتامين زين زين زين. شنو حضرتك شو تسوي؟ على طول دشيت الموقع وطلبته. ليش تطلبه؟ شفت هذا كله الفيتامينات اللي معه كلها موجوده باكل الله سبحانه وتعالى، موجوده، ولكن وين الخلل؟ مو بنقصها، لا لا مو بنقصها، جسمك مو قاعد يمتصها. يعني تخيل الاكل مال الله جسمك مو قاعد يمتصها، فما بالك هاي بمكمل. ترى قطيت بس فلوس على الفاضي، لو شاري فيهم قهوه احسن لك. جسمك ما راح يمتصم، بسك تصرف فلوس بس. شنو الخلل؟ وين بالموضوع؟ الموضوع ان جسمك ومعائك مو قاعد يمتصونهم. يعني هل عندي انا مشكله بحمض المعده؟ ما ادري. قوي حمض معدتك وخلص التفاح العضوي اذا ما عندك تغرحات. انزين، هل المشاكل تكون مثلا بامعائي عندي مساك انتفاخ؟ ممكن ناخذ بكتيريا نافعه. الرساله اللي بوصل لك اياها مو اي معلومه تسمعها فيتامين. انا اسولف عن فيتامينات المعادن واسولف حق كل فيتامين ومعدن شنو يسوي، اسوي فيديو شنو يسوي، بس ما اقول لك روح اخذه. شنو يسوي كمعلومه؟ قاعد اثقفك، اقول لك معلومات حلوه، ولكن مو اي فيتامين ومعدن تروح تشتري. انا قلت لكم انت كيفك، انت بتعاند سلم على الكلتين، شكو سلم على الكبد، الكبد راح ترتفع انزيماته، والكلتين الصفايات اللي داخل النفرونات راح تتعب. مكمل سعره دينار ونص دينارين، يخرب كليه وكبد، هذه ما تشتريهم ملايين. انتبه.